السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مراجعة جديدة لحاجة عايز اقول يعني ايه وصلتني جديد من موقع علي اكسبريس، او تجربة، خلينا نقول تجربة. عايزين نشوفها ونشوف ايه اللي ممكن نكون احنا استفدنا منه، او اللي ممكن ناخد بالنا منه في اي حاجة ممكن نحاول ان احنا نشتريها او نجيبها من موقع علي اكسبريس، الموقع الكبير جدا والضخم قوي اللي كل الناس عارفينه وكل الناس بتحب يعني تشتري منه حاجات كتير. تمام، طيب مبدئيا خلونا بس نفتح ديت ونشوف هل يا ترى فيها ايه. يعني انا عارف اللي جواها بس لسه عايز اشوف، نفتح معاكم ونشوف ايه الاخبار جوه. يا رب تكون بس الحاجة ايه سليمة، ما يكونش حصل حاجة. هنستعين بمقص، معلش. بيقفلوها تقفيل بصراحة في الشحن، تقفيل كويس يعني على اساس بتتعرض لضغط وحاجات كتير. خلينا نشوف كده مع بعض ايه الحكاية. ده الكيو ار تقريبا للمنتج، كنوع من انواع التسويق كمان للمنتج بعد البيع. حاجة جميلة بصراحة، الناس دي شغالة بأسلوب جدا جدا رائع كتسويق للمنتج وللستور بتاعهم، المتجر بتاعهم، واتساب وانستجرام وفيسبوك. حاجة جميلة بصراحة. كيس جوه كيس، كلها حاجات اللي هي اللي عارفين بتحمل الحاجة جواها. ده مقفول نفس الحكاية، محتاجين المقص تاني. حبيت بس نشوف الحاجة مع بعضنا والتجربة تكون قدامكم بحيث ان الكل يستفيد منها.